طيب تعالوا بقى نطمن على لاعبتنا اللي كانوا خارج التدريبات الايام اللي فاتت. المغربي بدر بنون هينضم للتمرين النهارده بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده ووصوله القاهره بالامس. كمان لاعبي الفريق الموجودين في معسكر المنتخب الاولمبي هينتظموا هم كمان في تدريبات الفريق من ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله، عقب انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الاولمبي المقام حاليا استعدادا لخوض منافسات الاولمبياد. واجدير بالذكر حضرات ان بتضم قائمه المنتخب الاولمبي من لاعبي النادي الاهلي كلا من مصطفى شوبير واحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن واكرم توفيق وناصر ماهر وطاهر محمد